المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. كشفت مصادر عن توقيف 36 راكبا بمدينة بني ملال كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من مدينة طنجة ومتوجهة إلى مدينة بني ملال اليوم الأحد. ووفق ذات المصادر فإن رجال الدرك بسرية بني ملال تمكنوا من ضبط المخالفين لتدابير الطوارئ الصحية، حيث لم تكن بحوزتهم أي وثيقة رسمية تسمح لهم بمغادرة مدينة طنجة عبر الطريق الوطنية رقم 4. ويضيف المصدر نفسه أنه تم اقتياد المسافرين بمعية السائق لإجراء فحوصات طبية بالمستشفى الجهوي لمدينة بني ملال، وسيتم إخضاع الحالات المشتبه في إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد للكشف المخبري. كما تم الاستماع إلى سائق الحافلة في محضر رسمي لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة التي كانت ستدخل إقليم في كارثة، إذ تبين أن المسافرين مصابين بفيروس كورونا. شكرا على حسن الإنصات والمتابعة.